المشاهدين، اهلا بكم وحلقه جديده في الكوره مع مد. الزمالك عنده مباراه هامه جدا خلال ساعات امام اتلتيكو الانجولي، وده هيكون في الجوله الرابعه لبطوله الكونفدراليه الافريقيه تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصه ان الزمالك يحتل المركز الاخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط. البطولات الافريقيه، عبد الله جمعه يعدي يلعب عرضيه حلوه، حط بقى حط بقى هدف بقى هدف بقى هدف بقى مش ممكن. الصلح خير، وده اللي حصل بين كهربا وبين مجلس اداره نادي الزمالك بعد خضوع اللاعب للتحقيق اللي برر فيها واقعه باسكو على الجماهير. اللاعب اكد ان هو اثناء خروجه من الملعب فوجئ ببعض من جماهير نادي الزمالك ان هي بتسبه، وده اللي ادى لنرفزه اللاعب، لكن اكد ان هو بيحترم جمهور نادي الزمالك جدا وبيكن له كل الاحترام والتقدير. اما عن سؤال اللاعب بالمشاده اللي حصلت بينه وبين يوسف اوباما، اكد كهربا ان هي مشاده عاديه جدا بتحصل بين اي لعيبه في الملعب، وان الموضوع خلص تماما، وان هو بيكن كل الاحترام لجميع اللعيبه، وبكده تكون انتهت ازمه كهربا مع مجلس اداره نادي الزمالك، واكتفوا بس بالعقوبه الماديه للاعب وهيشارك مع الفريق بعد عودته من انجولا. اما عن كواليس اصابه مصطفى فتحي فهو حاليا في فتره راحه بعد عودته من المانيا منذ يومين بعد خضوعه لجراحه منظار في الركبه، واللي اكدت التقارير عن سلامه الاربطه الداخليه والخارجيه للركبه والغضروف، لكن للاسف اللاعب هيخضع ل 12 اسبوع من اجل التعافي. انا الجهاز الاداري للنادي الاهلي سفر بعثه الفريق للكونغو، والمقرر ان هو يسافر يوم الاربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراه فيتا كلوب المقرر ليها يوم 9 من الشهر الجاي. ورجعت تاني لعنة الإصابات تطارد الفريق الأحمر بعد إصابة شريف إكرامي وعمرو السليه، وكمان تم خضوع اللاعبين لأكثر من اختبار طبي استعدادا لخوض المباراة المجبرة أمام بتروجيت، ودي المقرر ليها يوم الاثنين المقبل. واستعد المنتخب المصري لخوض مباراة النيجر يوم 23 من الشهر الجاري، ودي هتكون أول مباراة ليه بالظهور بالزي الجديد بعد تسلمه من الشركة الألمانية بعد تعاقد المجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لمدة 4 أعوام مع الشركة الألمانية الجديدة. أما عن الهجوم اللي اتعرض ليه محمد صلاح بعد نشره صورة شخصية ليه عبر السوشيال ميديا اللي كانت تزامنا مع حادث قطار محطة مصر، يا جماعة دي كانت صورة عادية جدا أنا أو أنت ممكن ننشرها، صلاح قدم النعي وأعرب عن حزنه الشديد للضحايا، لكن ده مش هيبقى مبرر لينا إن احنا نعمل الهجوم ده عليه، اللاعب عنده مباريات مهمة جدا، ما تنسوش إن صلاح ده فرح ملايين المصريين، مش هيبقى دلوقتي دوره إن احنا نبتدي نهاجمه ونبتدي نقول أنت ما بتحسش بالمصريين، بالعكس صلاح مصري ابن المصريين فلازم إن احنا نقف جنبه مش نهاجمه. وبكده نكون وصلنا النهارده لنهايه حلقتنا، استنوني وحلقه جديده في الكوره مع مد.